تسعى الحكومة لتشدد الإجراءات التي تضمن انتظام خدمة الكهرباء للمواطنين بعدما عانوا من انقطاعها ضمن خطة تخفيف الأحمال طوال الفترة الماضية. فبعدما توسعت وزارة الكهرباء في نشر حملات إعلامية للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، ثم دعت المواطنين بضرورة الإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي، فقد قررت الحكومة حذف سارقي التيار الكهربائي من البطاقات التموينية. بحسب ما قاله الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي. وكانت وزارة الكهرباء قد أرسلت الأسبوع الماضي قائمة بيانات تضم 300 ألف شخص كمرحلة أولى لوزارة التموين تمهيدا لإلغاء الدعم التمويني لهم. وللتعقيب على هذا الخبر المهم بكل تأكيد لكل مواطن مصري ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سامح نعمان الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة. دكتور سامح تحياتي ليكم، نورنا يا فندم في اقتصاد مصر. مساء الخير فندم، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني على ما أظن أنه قرار محمود بكل تأكيد، وهو حذف سارقي التيار الكهربائي من بطاقات التموين، بمعنى أصح هو الاستفادة، كيف يستفيد من الدعم وهو سارق أو أثبت أنه سارق للتيار الكهربائي؟ هو طبعا ده بيعتبر كمان جزء قليل، لأن سرقة التيار الكهربائي دي بتعتبر جريمة على مستوى العالم، يعني في أي دولة من دول العالم. ولكن احنا برضو لازم نشوف اسباب ان هو سرق التيار الكهربائي، لازم يكون لها اسباب. هل الاسباب بتاعته دي حاجه نابعه شخصيه من عنده، ولا مجبر على انه يعملها نتيجه مجهود العمل بتاعه، او العدادات اللي عنده لا تكفي كطاقه الاستهلاك اللي هو بيستخدمها؟ لان احنا عندنا من العدادات ثلاث انواع، نوعين رئيسيين من العدادات. أيوة. الكهروميكانيكي، وده اللي هو الترس اللي بيلف ده بتاع زمان، ده والمفروض ده يعتبر خارج الخدمه خالص تماما، لانه بيوصل لحد تقريبا 10,000 كيلو، وبعد كده ما بيبتدي بيعد بالعكس. تمام. ده المفروض يكون خارج الخدمه تماما. انما الالكتروني منه ثلاث انواع، العادي اللي هو ديجيتال ده اللي بيقرب الارقام، والمسبق الدفع اللي هو بالكارت، والذكي. واهمهم في المشكله دي كلها الذكي. لو كل مكان وصل فيه العداد الذكي لا يمكن يتم سرقه اي تيار كهربائي. ولو تم كل المحولات بتمديد، يعني مد كل محول بعداد ذكي، هيقدر يحسب مين اللي بيسرق التيار الكهربائي في المنطقه بتاعته. فهي دي اساسيات المفروض نعملها. انما سرقه التيار الكهربائي طبعا دي محرمه، ومحرمه دوليا من طبعاً. اي دوله من دول العالم. ولكن كيف يتم اثبات ان هذا الشخص هو سارق للتيار الكهربائي؟ والله وحضرتك، هي لو انا عندي المحولات وعليها العدادات الذكيه اقدر احسب هذا الكلام. تمام. لان شبكه التوزيع بقدر اعرف الشبكه دي لو عليها كم معين من من الكهرباء اللي بتتسحب، هو بتسحب منها عدد معين، وانا باخد فواتير بقيم اقل. أيوه. من العدادات. فدي زي المنطقه دي بيكون فيها سرقه، وطبعا بتقنن من الاتجاهات اللي موجوده طبقا للخطوط القوابل الفرعيه، واقدر احسب مين الاتجاه القريب جدا للسرقه. ده لو انا بشتغل على لو انا عندي في المحول العداد الذكي. أيوه. وما عنديش في الشقق او في الاماكن الثانيه العدادات الذكيه. جميل. طيب، هل سرقة التيار الكهربائي تؤثر على الشبكة الكهربائية، وتأثير ذلك أيضا على الاقتصاد بشكل عام؟ طبعا حضرتك، لأن كل محول بيبقى له كراسي أو طاقة معينة، يعني حمل معين. حضرتك الحمل ده معمول على قدر الاستهلاك العادي للمنطقة اللي هو بيشتغل فيها. أيوة. لما أنا باجي أحمل عليها حاجة أكتر من خارج المقنن لها، فلازم الحمل بيحصل على المحول، وبعد كده المحول يفصل، او الشبكه بيبتدي عليها اوفرلود. الاوفرلود طبعا بيبقى على الشركه الرئيسيه الام. نعم. او المحطه الرئيسيه الام اللي بتوزع، ودي بتبقى تكلفه باهظه، يعني كهرباء بتستهلك ولا تستعوض بالقيمه الماليه. نعم. رؤيتك ايضا حول جهود الحكومه لردع سارقي التيار الكهربائي، شايف ان الموضوع يؤخذ بشكل من الجديه في هذا الامر؟ لازم يكون بجديه، بس هو لازم يكون هنا علشان انا بختار دلوقتي او ببحث عن سارقي الكهرباء عشوائيا، لازم يكون في تقنين تقني قبلها، يعني. آه. لازم الاول احول المحولات كلها يبقى فيها العداد الذكي، وابتدي اوجه نفسي للاتجاهات اللي فيها بتسرق، لان انا باخد عينات عشوائيه، والعينات. آه. العشوائيه دي هي اللي بتتاخد، مش هقول بتتظلم، ولكن هي بتتاخد، هي اللي في الوش، والباقي ما بتتسرقش. ولكن. آه. لو انا اعطيت
سماحيه فتره معينه عبال ما احط العدادات الذكيه، ودي براءه يعني ادي جذب للناس اللي بتسرق كانها تتوب بطريقه غير مباشره، لان هو كده بيسرق. فانا ممكن اديله فتره زمنيه ان هو يتوب فيها ويرجع قبل ما انا اركب العدادات الذكيه واقدر اصطاده بقى. وفي الحاله دي هطبق عليه القانون الجديد اللي هو هيدفع باثر راجع لمده سنه ب 214 سعر الكيلو. وطبقا لو كان هو مشترك في الشبكه هيدفع تقريبا 8 ساعات لمده على كل يوم لمده سنه، ويخصم منه الفلوس اللي دفعها، وقيمه الكهرباء تبقى ب 214. وده لو كان منزلي، لو كان شركات او حاجات تانية او محلات تجاريه هيبقى على الاقل 12 ساعه. انما لو ما كانش مشترك تبع شركه الكهرباء فدي هتبقى قصه تانية، وهتوصل لاكثر من 12 ساعه في الحساب لمده 12 شهر سابق. ولو ظبطت معاه تاني هيدخل عليه غرامه ويطلع من الشبكه وتوصل معاه للسجن. طب ولكن بس ايضا في جزئيه مهمه لازم ايضا ننوه عنها. حضرتك بتتحدث ان بيتاخد بهذا الامر بشكل عشوائي، يعني نسبه عشوائيه وبيتم تحليل هذه النسبه العشوائيه سواء كان بقى هناك من يسرق كهرباء او لا. هل من الممكن ان يقع ظلم على اشخاص في ظل وجود هذه العشوائيه في الاختيار؟ لا طبعا، لان طالما بيسرق واتمسك خلاص هو حرامي. تمام، انا بقول في حرامي هيتمسك وحرامي مش هيتمسك بس كده. انما لو انا حطيت العدادات الذكيه في المحاولات همسك معظم الحرامي، همسك معظم سارق الكهرباء. نعم. انما طب اللي يتمسك سارق كهرباء ما هوش عليه ظلم، ده هو سارق كهرباء. نعم. طيب رؤيتك حول نظام الشرائح العقارات المخالفه، جهاز تنظيم مرافق الكهرباء الغت نظام الشرائح بالنسبه للعقارات المخالفه وتاثير ذلك ايضا عليه. هو حضرتك المخالفه لان هي اصلا عندها كان زمان في حاجه اسمها الممارسه. الممارسه دي كانت من الحاجات اللي بتخسر الدوله كتير، لان كان في مزارع بتستخدم محطات ابار ميه بتجيب ميه وتوزع على الارض الزراعيه بتاعتها، كانت بتستهلك ب 3-4000 جنيه في الشهر. صحيح. وكانت بتعمل ممارسه ب 200-300 جنيه. فاذا ما كانش بيدفع الحق اللي المفروض يدفعه، ولكن اتعمل العداد الكودي. العداد الكودي ده ما هو الا عداد مسبق الدفع، فبالتالي كان بيقنن او بيعرف مين اللي واخد بالظبط، ولكن هذا العداد مش باسم صاحب المزرعه او مش باسم المكان اللي هو مش مشترك. نعم. ده عداد كودي، ده بياخد رقم، ولكن بيحول الى عداد كودي لما صاحب المكان بيبتدي يثبت اهليته ومكانته في هذا المكان. فبيتحول من عداد كودي الى عداد مسبق الدفع، ودي كانت طبعا بتقنن السرقات اللي كانت بتتم من خلال الممارسات، اللي هي الممارسات دي كانت عشوائيه في الحسابات. وكمان احنا يعني الناس اللي هم بيشتغلوا زي بقى الباعه الجائلين اللي بيسرقوا كهرباء من اعمده النور، ده احنا ممكن نساعده بطريقه غير مباشره. يبقى في اعمده مخصصه في الاماكن اللي هم منتشرين فيها، والاعمده دي لها اماكن لتركيب كابلات كهربائيه معاهم هم في عربياتهم او في حاجات المتخصصهم، والكابلات دي مقننه من الدوله، والفيشه بتركب ومع الراجل ده عداد كودي بيدفع. يبقى هو يقف في اي مكان مصرح ليه انه يقف ويسحب الكهرباء من اعمده النور. والاعمده دي اللي هو بياخد منها كهرباء هو مع عداد كودي مسبوق الدفع بيدفع فلوسه، اللي هو يبقى بالتالي كده ما بيعتبرش بيسرق، وفي نفس الوقت ما بيستخدمش سلوك كهربائيه تسبب اضرار جانبيه وحمل على الشبكه. دكتور سامح نعمان بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هنا في اقتصاد مصر.